حديث الساعة، مرحبا بكم. القضاء الألماني يقرر عدم منح المتخلفين عن الخدمة الإلزامية في الحكومة السورية اللجوء فيها، بما أن الوضع العسكري في سوريا قد تغير وأن المتخلفين عن الخدمة العسكرية لم يعودوا يخضعون لعقوبات ممنهجة بحسب وصفها. فهل في ذلك تضييق الخناق أكثر وأكثر على اللاجئين السوريين؟ وكيف ستتعامل أو سيتعامل المجتمع الدولي مع هذه الخطوة؟ وهل فيها استهتار بمعاناة السوريين على الأرض؟ نقاط كثيرة نناقشها في حديثنا لهذه الساعة، ابقوا معنا. بهذا الصدد ينضم إلينا من ألمانيا مراسلنا عماد تلاتي. عماد، مرحبا بك في حديث الساعة وعلى شاشة اليوم. عماد، يعني حقيقة القضاء الألماني أو محكمة ألمانية قضت بعدم منح أو بعدم جواز إعطاء من هم متخلفون عن الخدمة الإلزامية في الحكومة السورية صفة اللجوء. ما الأصداء في ألمانيا عماد؟ سلامات. الأصداء لن تكون إيجابية أكيد، يعني هذا القرار يتعارض مع قرارات أوروبية سابقة متعلقة بعدم تأدية الخدمة الإلزامية في بلد فيه حرب. يعني عدم المشاركة، عدم تأدية الخدمة الإلزامية يعني عدم المشاركة في حرب ربما نابعة عن قناعات سياسية، وهذا ما يخول الشخص المتقدم بطلب اللجوء أن يقبل طلبه. يعني هذا متناقض مع قرارات المحكمة الأوروبية الصادرة في العام 2017 حينها أكدت المدعية في محكمة العدل الأوروبية إلانوار شرابست أن طالبي اللجوء ممن تخلفوا عن أداء الخدمة العسكرية في بلدانهم التي تعاني من الحروب يجب أن تقبل بسبب قناعات سياسية. طيب عماد، يعني هي بررت المحكمة هنا بررت بأن الحكومة السورية لم تعد تعاقب المتخلفين، ولكن هذا لا يمنع إدراجهم في الحرب الدائرة في سوريا. هل هذا مدرج في قائمة الدراسات التي أجرتها ألمانيا بهذا الصدد عماد؟ لا عزيزي، الموضوع أن الحكومة السورية لا تعاقب المتخلفين على أداء الخدمة العسكرية في حالة السلم. الحكومة السورية تعاقب من شهرين إلى 6 أشهر المتخلف عن أداء الخدمة العسكرية. هذه نقطة. إذا كان الموضوع متعلق بالعفو الصادر عن رئيس النظام السوري قبل فترة، فإن العفو لا يشمل من المتخلفين عن الخدمة الإلزامية. العفو يشمل من زوج أوراقا بقصد التخلص من الخدمة الإلزامية. هذا الموضوع غير مدرج على الأجندة الألمانية. الموضوع متعلق بحالة الحرب تماما، كما حدث قبل فترة في الدنمارك عندما زارت لجنة من الحكومة الدنماركية دمشق ورأت أن الأوضاع آمنة، لكن يعني هيئة المظالم الدنماركية أكدت للحكومة أن هذا العدوى استعراض من قبل النظام السوري لا يعني أن الوضع آمن في سوريا. تماما هذا الأمر ينطبق على موضوع الخدمة الإلزامية. فأغلب طلبات اللجوء التي تم تقديمها كانت متعلقة بأناس لا يريدون أن يخدموا في العسكرية السورية، يعني أنهم لا يريدون أن يشاركوا في الحرب، وهذا نابع عن قناعات سياسية كما تحدثنا قبل قليل. طيب عماد، يعني هنا محكمة الإدارية العليا في ولاية شمالي الراين طبعا رفضت دعوة لجوء لطالب لجوء سوري، بينما يعني طبعا علما أنه حصل على هذه الجنسية من مكتب الاتحاد للهجرة واللاجئين عام 2015، ومنحته محكمة في مدينة كولونيا صفة اللاجئ. يعني هنا منطقة رفضت لجوءه ومنطقة أخرى قبلت اللجوء، لا يوجد توافق اتحادي بهذا الصدد عماد إلى الآن. تمام. يعني هذا طالب اللجوء يستطيع أن يتقدم بطلب لجوء ثالث
في ألمانيا الشخص يستطيع أن يتقدم بطلب لجوء أول، طلب لجوء ثاني، طلب لجوء ثالث. طلب لجوء الأول عندما يتقدم بهذا الطلب وهو دخل إلى الأراضي الألمانية حديثا، طلب لجوء شفاهي أو كتابي. يعني في حال رفض طلبه يستطيع أن يتقدم بطلب لجوء الثاني، وهو ما يمنحه الحق في الإقامة في دولة ثالثة آمنة. طلب اللجوء الثالث تماما ينطبق على هذا الشكل الذي نتحدث عنه. من يرفض طلب لجوئه يستطيع أن يتقدم بهذا الطلب اللجوء الثالث، حينها ستقضي المحكمة لصالحه لأن لتوافر الأسباب تقديم اللجوء. يعني عماد تالتي مراسل قناة اليوم، أنا أشكرك جزيل الشكر على مجمل هذه التفاصيل وكل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من ألمانيا. من بيروت ينضم إلينا مشاهدينا الصحفي الأستاذ حسين إبراهيم. أستاذ حسين مرحبا بك في حديث الساعة. يعني أبدأ معك، التنفيذ الحجز على أملاك وذوي المتخلفين عن الخدمة الإلزامية ما لم يتم دفع البدل، هناك أيضا أحكام صدرت بحق المتخلفين عن الخدمة الإلزامية، وألمانيا اليوم تقول بأن الحكومة السورية لا تعاقب المتخلفين لذلك تمنعهم من الحصول على صفة لاجئ في ألمانيا. كيف تقرؤون المشهد القائم اليوم في ألمانيا؟ لا، أنا أعتقد أن الحالة التي تتحدث عنها هي حالة شخص أدى الخدمة العسكرية وهو يتخوف من دعوته مجددا. على كل حال، سواء كان شخصا واحدا أو شخص، ولكن هناك قرار محكمة أستاذ حسين، يعني بغض النظر هذه حالة، ولكن هناك قرار محكمة يتحدث بأنه المتخلفين عن الخدمة الإلزامية لا يمكنهم الحصول على صفة لاجئ كونهم ليسوا بلاجئين سياسيين في ألمانيا، والحكومة السورية لا تعاقب على التخلف بحسب وصف المحكمة. في كل الأحوال سيدي، الحكومة الألمانية أو الدولة في ألمانيا يعني تطبق معايير عالية لمسألة اللجوء. من المعلوم أن قضية اللاجئين السوريين الآن في ألمانيا مقسومة بين لجوء إنساني ولجوء سياسي. الكم الأكبر من اللاجئين الذين دخلوا إلى ألمانيا في السنوات السابقة دخلوا على أساس اللجوء الإنساني، لأنك تعلم أن اللجوء السياسي مسألة يعني معقدة قليلا، يعني تتطلب أن تتوفر في الشخص مواصفات معينة تتعلق بالاضطهاد في بلده وغيرها من الأمور. أما اللجوء الإنساني فهو يعني إيواء من الحرب وغيره. ما حصل حاليا في ألمانيا أو في غيرها من الدول الأوروبية، في يعني الدنمارك التي تعتمد عادة سياسة متشددة إزاء اللاجئين، ما حصل في ألمانيا أن المسألة الإنسانية كما يبدو الناتجة عن الحرب يعني باتت لا تشكل سببا وجيها للجوء السوريين إلى ألمانيا، كون مناطق كثيرة في سوريا تشهد هدوءا ولا تشهد حربا. وحتى لو كانت هذه المناطق تشهد أزمة اقتصادية، ففي أوروبا كما هو معلوم لا يستقبلون اللاجئين على أساس أن بلادهم ضعيفة اقتصاديا أو يعني تعاني أزمات اقتصادية. هذا ليس سببا وفق القانون هناك، هذا ليس سببا لقبول اللاجئ. هنا المسألة، إذا في هذه هناك حالة في سوريا يلجأ إليها اللاجئون السوريون في أوروبا، وهي قضية التجنيد. إذا تأخذ قضية التجنيد، إذا كانوا بالجملة سيأخذون قضية التجنيد، هذا معناه أن كم شخص في سوريا يعني يحق لهم أو هم في سن التجنيد أو في سن إعادة التجنيد. ستجد أن أغلب السوريين الذكور فوق 18 عاما ضمن هذه الفئة. إذن يعني نتحدث عن أعداد كبيرة من اللاجئين. كان لابد للحكومات الأوروبية والحكومة الألمانية هي المعنية هنا بشكل أساسي عبر القضاء طبعا، كان لابد لهم من أن يحددوا معايير لهذه. طيب، تحدثت عن معايير عالية الدقة أستاذ حسين فيما يخص المحاكم في ألمانيا، ولكن ماذا عن
يعني التناقض مع قرار المحكمة الأوروبية أصدرته محكمة العدل الأوروبية طبعا في نوفمبر لعام 2020، قرار يقضي بافتراض قوي بأن المتخلفين عن الخدمة الإلزامية قد يتعرضون للاضطهاد السياسي ولهم الحق في طلب اللجوء في أي دولة من دول الاتحاد، أليس هذا تعارض مباشر مع قرار المحكمة الأوروبية؟ نعم، وهذا كمان وهذا ايضا يعني موضوع مطروح في اوروبا. المحاكم الاوروبيه او حتى البرلمان الاوروبي او المؤسسات الاوروبيه كلها لها معايير عاده اعلى من المعايير الوطنيه، لكن الاساس في الموضوع هنا المعايير الوطنيه، لان يعني الدوله الواحده، انت تعلم ان اللاجئ يفضل دولة على أخرى، اللاجئ يعني يفضل أن يعني يقدم طلبه في دولة دون أخرى، وبالتالي تستخدم الدول حقوقها السيادية في حماية نفسها من تدفق اللاجئين. يعني هذه الحالة في ألمانيا أنا قرأت عنها، وهي يعني وإن كانت يعني عامة لكنها تتصل في النهاية بشخص يعني يطلب بشخص يعني قدم دعواه على أساس أنه يمكن أن يطلب لإعادة الخدمة. طيب هذا 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 الشخص أستاذ حسين، يعني المسألة لا تحصر بشخص، هذا الشخص قد حصل على اللجوء في منطقة ثانية في ألمانيا، يعني حصل عليها في مدينة كولونيا بصفة لاجئ أيضا وتم منحه صفة اللجوء، ولكن اليوم نحن نتحدث عن حالة عامة، يعني أنت تحدثت عن أرقام كبيرة متخلفين عن الخدمة الإلزامية. طبعا المحكمة الألمانية والقضاء الألماني تحدث بأن الحكومة السورية لا تعاقب، وهنا بحسب القانون العقوبات العسكرية السورية بحسب القانون يعاقب المتخلف عن التجنيد الإجباري من شهر إلى 6 أشهر في وقت السلم، وفي وقت الحرب تصل إلى 5 سنوات إذا تخلف عن الخدمة الإلزامية، هذا بالقانون السوري. نحن نعلم وأيضا أنتم بالتأكيد تعلمون أن هذه ليست الحالة في سوريا حاليا، يتم هناك تسويات مالية في موضوع الخدمة الإلزامية، ليست القضية قضية يعني الآن في سوريا لم تعد هناك حرب بالمعنى النشط للكلمة لنقول لم تعد هناك حرب، وبالتالي ليسوا بحاجة إلى كم كبير من المجندين، وبالتالي هذا يعني هذا يفتح المجال أمام المساومات المالية التي يعني يستطيع المتخلف خلال. طبعا هذا يعني هذا نقاش بحد ذاته، تقول لي هل هو يعني صح أم خطأ، هذا بحد ذاته نقاش آخر، ولكن ليست المسألة مسألة يعني آليا مسألة تطبيق عقوبة منصوص عليها في القانون. وفي ألمانيا يعني كما قلت لك يتبعون معايير إنسانية عالية، ليس لأنهم فقط يريدون ذلك أو هم كذلك، لأن أيضا هم تحت رقابة الأمم المتحدة في هذه المسائل، وتحت رقابة كما تفضلت المحاكم الأوروبية، وتحت رقابة يعني العالم أجمع. إذن ليست ألمانيا هي الدولة التي يعني نستطيع أن نتهمها، أنا لست مع ألمانيا ولا يعني تهمني ألمانيا في شيء، ولكنها ليست الدولة التي نستطيع أن نتهمها ب يعني بمخالفات كبيرة لمسألة اللجوء، لا سيما وأن القرار هو صادر عن محكمة وليس عن سلطة سياسية، يعني صادر عن قضاء، ونحن نعلم أن القضاء الأوروبي لا هو قضاء نزيه بعكس القضاء في مناطقنا وفي دولنا للأسف. طيب قضاء نزيه أستاذ حسين يعني كما وصفته، ولكن ألا يؤخذ بعين الاعتبار مآلات هذه القرارات على السوريين؟ يعني هنا نتحدث طبعا في حال اتخاذ هكذا قرار وعدم منح السوريين المتخلفين عن الخدمة الإلزامية صفة اللجوء، يعني هنا سيضعون بين فكي كماشة، إما أن يخرجوا من ألمانيا أو يعودوا إلى سوريا، وهنا يتم الحديث عن عودة طواعية إلى سوريا والالتحاق بقوات الحكومة السورية، ولا أحد يدري يعني سواء انخراطهم في الحرب مستقبلا أو لا. كما ورد في تقريركم، أولا الحالات اللجوء تدرس حالة بحالة، يعني كل فرد له حق دراسة وضعه وعلى درجات مختلفة من التقاضي،
فإذا يعني إلى حد بعيد تقول لي 100% قد يكون لا، ولكن إلى حد بعيد الحقوق مضمونة. يعني لنعترف بذلك، لماذا دائما يعني يعني لماذا دائما يعني نلقي باللوم على الآخرين؟ الحقوق يعني مضمونة لكل الناس، والتقاضي يتم حالة بحالة. يعني لا يوجد شيء اسمه هذا القانون أو هذا القرار ينسحب على كل اللاجئين، لا لا ينسحب على أحد. كل لاجئ له الحق في تقديم طلب لجوء، وله الحق في الحصول على يعني حياة كريمة أثناء دراسة طلب اللجوء وعلى مشورة قانونية، وله الحق في الاستئناف والطعن حتى وصولا إلى المحاكم الأوروبية. يعني ماذا نريد؟ يعني دائما نحن يعني نريد أن يعني تكون الدنيا كلها يعني كما نشتهي، ليس الأمر كذلك. هم لهم دولهم وأيضا عندهم قوانينهم، وبالتالي يطبقون قوانينهم. طيب أستاذ حسين، يعني في حال تم تطبيق مثل هذه القرارات وتعميمه طبعا في ألمانيا، ما الخيارات المطروحة اليوم أمام اللاجئين السوريين الذين لا يرغبون بالعودة إلى سوريا في الوقت الحالي؟ على الخيارات المطروحة أمام اللاجئين السوريين، أعتقد في النتيجة لن تجد كثيرا من اللاجئين، حتى من الذين رفضوا لن تجد كثيرا منهم يعودون. يعني سوف يتدبرون أنفسهم إما في دول ثالثة وإما يعني عبر التفافات مثل الزيجات وغيره وجمع الشمل، ولا أعلم يعني ستجد أن عددا قليلا من اللاجئين يتم اصطحابهم بالطائرة وإعادتهم إلى سوريا، لكنك ستجد مثل هذه الحالات. من بيروت الصحفي حسين إبراهيم، أنا أشكرك جزيل الشكر على مجمل هذه الإيضاحات وكل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من بيروت. من لندن ينضم إلينا مشاهدينا المحامي والخبير المتخصص في القانون الدولي وحقوق الإنسان الأستاذ بسام طبلية. أستاذ بسام، من الناحية القانونية كيف تعلقون على القرار الذي صدر من القضاء الألماني بمنع إعطاء حق اللجوء لمن هم متخلفون عن الخدمة الإلزامية في قوات الحكومة السورية؟ في البداية يجب أن ننطلق من تعريف ما هو اللجوء. اللجوء هو أن يكون الإنسان خارج أراضي بلده ويشعر بالاضطهاد بسبب رأيه السياسي أو الجنسية أو الجنس أو انتسابه لفئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية. حقيقة المعاهدة اللجوء لم تذكر أو تأتي إلى موضوع خلينا نقول التجنيد الإجباري، وبالتالي التجنيد الإجباري هو ليس أحد الأسباب التي يمكن بسببها أن يقدم اللجوء. الأول حقيقة بسيط، ليس بهذه التعقيدات. يعني طبعا لاحظنا منذ فترة كان هناك قرار من أحد الدول بالنسبة للتجنيد الإجباري، اعتبرته أنه سبب من أسباب يمكن التعويل عليه بالنسبة للجوء. ثم سرعان ما خلينا نقول تم الاستئناف والطعن، وبالتالي تراجعت المحكمة العليا أمام هذا القرار ولم تعتبره أنه سبب من أسباب اللجوء. أمر طبيعي حقيقة أنه ليس من أسباب اللجوء من الناحية القانونية، إذن هو صحيح، ولكن من ناحية على أرض الواقع ببساطة شديدة، أنت ليش ما بدك تروح تقدم العسكرية؟ هل بسبب أنه أنت مثلا فرضنا محابب كسلان، يعني مثلا محابب تقدم العسكرية؟ الجواب لا. ولكن إذا ما رفقها بعامل السياسي، رأي السياسي يا أخي أنه هذا عملية هذه الخدمة الإلزامية سوف تؤدي إلى القتل، سوف تؤدي إلى قتل المدنيين، لا أريد أن أنفذ أوامر القتل، ربطها بشوية عناصر خلينا نعتبر برأي لرأي السياسي، صار أصبح مشغول بمعاهدة. طيب وهذه العناصر أستاذ بسام، هل هي خافية حقيقة على القضاء الألماني؟ هي ليست خافية، ولكن على المدعي أن يثبت ادعاءه. إذا أنت ما قلت أني أنا خايف من نظام بشار الأسد، يعني بمعنى آخر من سوف يتضرر من ذلك هم الشبيحة، هم الموالين لنظام الأسد، هذا باختصار شديد. من يقول أنه مخاوفه فقط من خلينا نقول الحالة الحرب وحالة الخدمة الإلزامية، طبعا هذا لا يستحق اللجوء من الناحية القانونية، باستثناء طبعا يمكن النظر إلى أنه أي منطقة أو مدينة ينتسب إليها، فبالتالي إذا كانت بيوته مدمرة كذا يمكن النظر إلى الحالة الإنسانية، ولكن لا يجب أن لا نتساهل حقيقة، ويجب أن نعترف أن هناك نسبة كبيرة من الأشخاص الذين ذهبوا إلى ألمانيا هم في الحقيقة
ليسوا طالبين لجوء، مهاجرون اقتصاديون يبحثون عن حياة أفضل في الدول الأوروبية. يعني هذا الواقع، الأمر ليس معقد. يعني كل ما هنالك إذا ما أثبت أنه هو مشاركته خلينا نقول بعض المظاهرات بالفيسبوك بآراء سياسية، كل ما يثبت ذلك. البارحة كان هناك ندوة حضر فيها السفير الألماني والفرنسي والممثل البريطاني وغيرهم، وبالتالي ما زال موقف ألمانيا هو نفسه، يعني الموقف السياسي هو نفسه. إذن ما الذي يختلف هنا حقيقة هو الموقف القضائي. القضاء فصل وفق المعاهدة، وهذا صحيح، يعني القضاء الحكم لم يكن خاطئا، ولكن من يجب أن يفهم هو نحن، ما يجب علينا أن نفهم القانون وبالتالي نطبق القانون. أما إحنا كل واحد مثل ما ذكرت سؤال قبل شوي عم تذكر لضيفك، يعني للأسف الشديد إحنا ما بدنا نفهم القانون ولحنا بدنا الشغلة على كيفنا. لا يا أخي، روح طبق القانون، افهم شوف وين الثغرات في القانون، افهم وين شو ما هي أسباب اللجوء، كيف يمكن للإنسان يحصل اللجوء، اقرأ عارف، لأنه موجود العناصر التي يعني يمكن أن تعول عليها وتحصل على اللجوء موجودة. كل ما هنالك يجب أن تقول بها، يجب أن تثبتها، لأنه حقيقة هي واقعة يعني موجودة على أرض الواقع بالنسبة للسوريين. يعني أمر بسيط بس فقط. كل ما طيب هنالك جميل جميل أستاذ بسام، ولكن محكمة العدل الأوروبية في نوفمبر لعام 2020 أصدرت قرار بأن المتخلفين عن الخدمة الإلزامية من الممكن أن يتعرضوا لاضطهاد سياسي في سوريا. يعني مهما كانت الأسباب، سواء كان اختلاف بآراء سياسية أو غيرها، هذا الإنسان تخلف عن الخدمة الإلزامية وبالتالي أصبح مطلوب للحكومة السورية، وبالتالي من الممكن أن يتعرض لاضطهاد سياسي. يعني تحدثنا أيضا وفق القانون العسكري للحكومة السورية من شهر إلى 6 أشهر في حالات السلم، وتصل أحيانا عقوبة السجن إلى 5 سنوات، ومن ثم يعود لتنفيذ خدمته الإلزامية كاملة. هذا وفق القانون والدستور باستثناء بعض المراسيم، مراسيم الإعفاء التي تصدر بين الفينة والأخرى. يعني أنت تذكر أن حكم من محكمة العدل الدولية، لا أعتقد أن محكمة العدل الدولية، عفوا محكمة العدل الأوروبية أستاذ بسام. نعم، محكمة العدل الأوروبية، نعم يمكن النظر، يعني هذا أعتقد، يعني شوف من الناحية القانونية ألمانيا ملتزمة بهذا الحكم من الناحية القانونية، ولكن يبدو أنه قد تم الطعن في هذا القرار أو شيء من هذا القبيل، الأمر الذي أدى إلى خروج يعني عن هذا الفحوى هذا الحكم. ولكن ما أود قوله هنا، نقطة هنا، أولا يعني ليس هي مسطرة واحدة تنطبق على الجميع، يجب أن نكون واضحين في ذلك. عندما يقول الإنسان كما ذكرت قبل قليل، عندما يكون الإنسان يرفق بهذا الموضوع رأيه السياسي أو فرضنا كما ذكرت الدين أو شيء من هذا القبيل، انتساب لفئة اجتماعية معينة، يمكن عندها أن يكون يستحق اللجوء. أما أن تقول لي بس لأنه أنا ما بدي أخدم اللجوء، ما بدي أخدم الحرب الإلزامية أو الخدمة الإلزامية، فهذا غير منطقي، يعني هذا غير مبرر. يعني يجب على اللاجئ إرفاق أسباب أخرى، ربما تكون يعني آراء سياسية، حرية معتقد، حرية الدين، القومية إلى آخره، المذهب، ليتم قبول لجوئه بالإضافة إلى الخدمة أو التجنيد الإلزامي. يضيف عدة عناصر، منها يعني انعدام الأمن، خلينا نقول وجود الميليشيات المسلحة، انعدام الحاجات الأساسية، رأيه السياسي بالنسبة له، لأنه أمر سؤال طبيعي، يعني هل أنت توافق على هذه النشر، يعني إسقاط البراميل المتفجرة باتجاه المدنيين بشكل عشوائي وكذا؟ الجواب لا. هل توافق؟ هذا رأي سياسي يا أخي. ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أنه أنا صفيت معارض للأسد، فبالتالي يمكن أنه يتم ملاحقتي بهذا الموضوع. أنا لا أوافق على رمي البراميل المتفجرة واستخدام السلاح الكيماوي وقتل المدنيين والأطفال، الأسد من أجل أن يبقى في سدود الحكم، هذا رأي سياسي. يعني هذا القرار، يعني هذا القرار أستاذ بسام، هذا القرار لا يعمم، وصل إلى نظام الحكم. نعم، يعني هذا القرار لا يعمم على كل من هم متخلفون في الخدمة الإلزامية للحكومة السورية، وإنما على حالات معينة لا تعارض هذه الحكومة بآراء سياسية أو ما إلى ذلك فقط. هذا الحكم ينطبق، خلينا نقول، على الأشخاص الذين يقولون أنني يعني جاي لألمانيا أو جاي لهذا البلد من أجل فقط الهروب من الخدمة الإلزامية ويسكن. هذا الشخص ينطبق عليه، فبالتالي شكرا لك، يلا مع السلامة. من لندن. أما من يقول نعم، من يقول بأسباب أخرى، فله الحق دراسة هذا الموضوع وعليه أن يثبت ذلك. من لندن المحامي والخبير المختص في القانون الدولي وحقوق الإنسان الأستاذ بسام طبلية، أنا أشكرك جزيل الشكر على مجمل هذه الإيضاحات، شكرا لك.
حديث الساعة مستمر مشاهدينا. وفي ملفنا الثاني نتابع الاتحاد الأوروبي يعيد النظر في العلاقات مع النظام التركي واستفزازاته في الخارج، خاصة في شرق المتوسط والشرق الأوسط، خلال القمة التي تبدأ اليوم وتستمر حتى الجمعة. فما الذي سيترشح عن نتائج هذه القمة؟ وهل سيكون هناك إجماع أوروبي على كبح جماح النظام التركي؟ وما هي الخيارات المتاحة على الطاولة؟ طروحات عديدة سنسلط عليها الضوء، ابقوا معنا. بهذا الخصوص ينضم إلينا من القاهرة الكاتب الصحفي الأستاذ وليد الرمالي. أستاذ وليد، مرحبا بك في حديث الساعة وعلى شاشة قناة اليوم. إذن يعني انتهاكات النظام التركي على مائدة القمة الأوروبية، كيف تتابعون وما المأمول من هذه القمة بخصوص الضغط على النظام التركي لكبح جماحه في المنطقة؟ يعني أعتقد أن الاتحاد الأوروبي أصبح متيقنا من أن النظام التركي لم يقدم أي جديد في ملف الغاز المتوسط. تركيا ما زالت تتعامل باستفزاز مع اليونان ومع قبرص، وترصد الاعتراف بالاتفاقات الدولية. تركيا ترسل سفن التنقيب إلى المناطق محظورة عليها، ترسلها مصاحبة بسفن عسكرية، وهذا يؤكد أن تركيا مستمرة في استفزازاتها. تركيا أصبحت في حالة من العزلة الدولية بسبب سياساتها في شرق المتوسط وليبيا وسوريا. الاتحاد الأوروبي فرض سلسلة من العقوبات فيما سبق، ولكن هذه العقوبات كانت ضعيفة للأسف، حيث أن العقوبات كانت على مدراء شركات التنقيب وعلى بعض الأشخاص العاملين في شركات التنقيب. لكنها من المتوقع أن هذه القمة ستشهد عقوبات أكثر، لكن للأسف أن يعني هذه العقوبات ما زالت برضو ضعيفة. تركيا أيديها مرتعشة، الاتحاد الأوروبي اعتبر أيديه مرتعشة في فرض العقوبات، لأن وفقا للائحة الاتحاد الأوروبي لابد من فرض العقوبات إجماع الدول، وهناك بعض الدول ما زالت على علاقات بتركيا وترى أن فرض عقوبات على تركيا سيؤثر على علاقاتها بها، فلذلك العقوبات ما زالت حتى الآن ضعيفة ولم تصل إلى مرحلة قوية حتى. لكن نعتقد أن الرئيس بايدن وقراره بفرض عقوبات على تركيا والسياسة الجديدة الموجودة في أمريكا وتأثيراتها على الاتحاد الأوروبي ستتجه إلى فرض عقوبات أكثر على تركيا. نتمنى أن تكون مناسبة وتحد من الاستفزازات التركية. طيب يعني أستاذ وليد، تحدثت عن أن هناك دول في الاتحاد الأوروبي ترى بأنه في فرض عقوبات على النظام التركي هناك مضرة لها، وبالتالي أيضا كان هناك دول أوروبية بانتظار الإدارة الأمريكية الجديدة وموقفها فيما يخص التعاطي مع النظام التركي لتقوم بفرض عقوبات. هل هذه الدول ستبقى واضعة العصي بعجلات الاتحاد الأوروبي فيما يخص فرض عقوبات على النظام التركي والضغط عليه للتوقف عن انتهاكاته شرقي المتوسط وفي الشرق الأوسط أيضا؟ يعني أعتقد أن الاتحاد الأوروبي منقسم على نفسه. صحيح أن الأغلبية توافق على فرض عقوبات على تركيا، لكن هناك أقلية مثل إيطاليا وبولندا ودول أخرى تعتقد أن فرض عقوبات على تركيا يضر بالاتحاد الأوروبي، ولكن في المقابل تركيا فقدت الأمل تماما في انضمامها للاتحاد الأوروبي، وتحاول بعدة ورقات لديها أن تفرض خطورة على الاتحاد الأوروبي. مثلا ورقة اللاجئين، تركيا تهدد بين الحين والآخر بفتح حدودها للاجئين الموجودين على أرضها، حوالي 4 مليون لاجئ، تهدد بفتح حدودها على اليونان، وهذا يضر طبعا باليونان الذي يعاني اقتصادها في الأساس. لكن الدول التي تقف موقف التأييد لتركيا أصبحت تتراجع عن قراراتها بسبب السياسات المستفزة لأردوغان، بسبب طبعا حضرتك تعلم أن تركيا أصرت على انها تاخذ منظومه اس 400 من روسيا رغم العقوبات الامريكيه ورغم العقوبات الاتحاد الاوروبي التي فرض عليها في ديسمبر الماضي، واعطاء مهله لتركيا لتتراجع عن قرارها بتشغيل اس 400 المنظومه الصاروخيه الروسيه. ولكن ماذا حدث على ارض الواقع؟ ما حدث على ارض الواقع ان تركيا في الفتره بين شهر ديسمبر الماضي وحتى القمه التي ستحدث اليوم وغدا، تركيا
قامت بتشغيل منظومه اس 400 متحديه بهذا الولايات المتحده ومتحديه الاتحاد الاوروبي، وهذه المنظومه تضر بمصالح الاتحاد الاوروبي والدول الاوروبيه الموجوده. فالاكيد ان تركيا ما زالت مستمره في استفزازاتها رغم العزله الدوليه عليها، الا انها ما زالت في صراعاتها في ليبيا وفي سوريا وفي تأكيد. أستاذ وليد، يعني ما يزيد الملفات الخارجية وكل هذه الانتهاكات الخارجية التي تفضلت بسردها، هناك أيضا ملفات داخلية، وضع سياسي داخلي متردي في تركيا، هناك حجب لأحد أكبر أحزاب المعارضة في الداخل التركي، أيضا انسحاب أنقرة من اتفاقية حماية المرأة من العنف. يعني هذه المواضيع كلها تخالف المعايير الأوروبية، لذلك ستكون أيضا ملفات تضاف إلى سلسلة ملفات تنافي الأخلاق الأوروبية أو المبادئ الأوروبية. الاتحاد الأوروبي لديه اعتراضات على سلوك تركيا في العديد من الملفات، منها الملفات الخارجية ومنها الملفات الداخلية الموجودة في تركيا. تركيا الآن أقامت دعوة قضائية لحل ثاني أكبر حزب معارض، هو حزب الشعوب الديمقراطي، مدعية بأن هذا الحزب هو واجهة لحزب العمال الكردستاني ومحاولة حل هذا الحزب. وكان هذا متوقعا منذ فترة. النهج الذي نتبعه تركيا نهج غير ديمقراطي، لا يؤمن بحقوق الإنسان. ملف حقوق الإنسان ملف شائك جدا في تركيا، ولكن الاتحاد الأوروبي كان يغض الطرف عنها. الآن أمام أمر واقع أن تركيا تحاول حل ثاني أكبر حزب معارض فيها، ورغم أن الحزب اجتمع وأكد رفضه لهذه القرارات، لكن تركيا ماضية تغيرها. أيضا على ذات السياق، تركيا قامت بالانسحاب من اتفاق إسطنبول، الاتفاق الذي عقد في إسطنبول منذ 10 سنوات لمكافحة الجرائم ضد المرأة والعنف ضد المرأة، مدعية بأن هذا الاتفاق يعني لا ينصف المرأة ولا يناسب مبادئ تركيا. وفي المقابل ردت الدول الموقعة على الاتفاقية بأن القرارات الاتفاقية إسطنبول لم تتغير، لكن الاتجاهات السياسية والاتجاهات الفكرية الموجودة في تركيا هي التي تغيرت. فتركيا نحن أمام دولة عدائية، دولة مستفزة تستفز جيرانها، تستفز المجتمع الدولي، ولها ملف سيء جدا في ملف حقوق الإنسان في الداخل، وملف ضد الديمقراطية وضد مبادئ الديمقراطية التي يؤمن بها الاتحاد الأوروبي. فتركيا بالفعل هي دولة مارقة موجودة في هذه المنطقة، تعادي كل دول المنطقة وبل وتعادي شعبها نفسه. وضحت الفكرة. الصحفي وليد الرمالي، أنا أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات ومجمل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من القاهرة. من بروكسل أيضا مشاهدينا ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد أبو مهادي. أستاذ محمد، مرحبا بك في حديث الساعة وعلى شاشة اليوم. يعني كيف تتابعون القمة الأوروبية؟ وأبرز الملفات المطروحة على طاولة هذه القمة هو ملف انتهاكات النظام التركي، سواء كانت الداخلية أو الخارجية. ما المأمول من هذه القمة أستاذ محمد؟ يعني الاتحاد الأوروبي سيناقش خلال قمته الأزمة، موضوع كورونا بشكل أساسي، والعلاقات الأمريكية الأوروبية في ضوء فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية، ومحاولة لترميم العلاقة ما بين واشنطن وبروكسل بعد أن سادها المزيد من التوتر خلال سنوات التي حكم فيها ترامب. المسألة التركية هي أحد الموضوعات المطروحة في هذه القمة، والتي ستعتمد بشكل أساسي على تقرير رئيس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل. وفي هذا التقرير الذي يعني أعده، أو التسريبات التي صدرت أو ذكرها هذا التقرير، أنهم بصدد توسيع النطاق الاتحاد الجمركي ما بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وتحسين الدعم المالي الذي تقدمه أوروبا لتركيا في قضايا اللاجئين. الاتحاد الأوروبي استكان إلى مسألة المفاوضات التي تجري ما بين تركيا واليونان على الحدود البحرية، سواء على مستوى الخبراء أو على مستوى السياسيين، ويبدو أنه يعني سيرتاح قليلا من هذا الملف، ويترك اليونان وحيدة تخوض معركتها مع النظام التركي في مسألة الحدود البحرية. منذ البداية لا يوجد حزم
في معالجة كافة الخروقات التي يتعرض لها الاتحاد الأوروبي من قبل تركيا. شهدنا يعني في الأشهر أو في الأسابيع الأخيرة مبادرات أو مناورات من قبل النظام التركي عن تحسين العلاقات من الاتحاد الأوروبي، ويبدو أن الاتحاد الأوروبي قد تلقف هذه المبادرات وأزاح عن كاهله عبء الخوض في المزيد من التصعيد مع النظام التركي. من غير المنتظر أن تكون هناك قرارات حقيقية بشأن الملف التركي في هذه القمة، وهناك يبدو أولويات أخرى مختلفة. يعني باختصار شديد بأنه الاتحاد الأوروبي ترك قضية اليونان لليونان ومفاوضاتها، ويركز أكثر على موضوع جائحة كورونا وأزمة. ولكن أستاذ محمد، حقيقة يعني هو ليس فقط ملف اليونان هو الملف العالق الوحيد بين الاتحاد الأوروبي والنظام التركي، ألا يوجد ملفات أخرى؟ يعني ملفات انتهاك حقوق الإنسان، انتهاك حرية التعبير، انسحاب أنقرة من اتفاقية حماية المرأة والتي تتعارض مع يعني التوجهات الأوروبية، منظومة S-400، العلاقات مع روسيا، كل هذه الملفات عالقة وشائكة بين الجانبين. يوجد ازدواجية في الموقف الأوروبي في ملف حقوق الإنسان. صحيح أن المحكمة الأوروبية قد طلبت أكثر من مرة بإطلاق سراح معارضين أتراك موجودين في السجون التركية، لكنها تتعامل بازدواجية. إذا أخذنا على سبيل المثال مسألة المعارض الروسي، وجدنا أن الاتحاد الأوروبي قد اتخذ قرارات فورية بفرض عقوبات على روسيا وعلى شركات وعلى أفراد من مؤسسة الحاكمة في روسيا، بينما هو لا يجرؤ أو لا يريد أن يكون بنفس القدر من هذا الحماس الذي الحماس في فرض العقوبات على روسيا مع النظام التركي. وجدنا أنه انتقادات متصاعدة لموضوع حقوق الإنسان في مصر لمصر، في المقابل في هنالك يعني تراجع كبير في حجم الانتقادات المتعلقة بملف الانتهاكات في المسألة التركية. يبدو أن المصالح الاقتصادية ما بين النظام التركي والاتحاد الأوروبي أهم من قضايا حقوق الإنسان وأهم من التعديات على سيادة بعض الدول الأوروبية. طبعا هنا نحن نتحدث عن البعض من دول الاتحاد الأوروبي، يعني هناك فرنسا تقود مسيرة طويلة من يعني الصدام مع هذا النظام التركي، وهذه القضية أيضا يعني أصبحت قضية فاترة. هناك في تحسن في العلاقات ما بين فرنسا والنظام التركي، يبدو أنه في هدنة غير معلنة ومفاوضات تجري. قبل يومين ماكرون صرح بأنه عنده خشية أن تتدخل تركيا في الانتخابات الفرنسية، وقبله كان يعني هناك تخوفات في ألمانيا. في هناك حالة غزل متبادلة ما بين المراكز الأساسية في الاتحاد الأوروبي أو صانعي القرار الأوروبي وبين النظام التركي. الآن تطغى مسألة كورونا، تطغى مسألة العلاقات الأمريكية الأوروبية ومسألة العلاقات مع روسيا والصين. يعني حتى يعني الاقتراب من الإدارة الأمريكية هذا سيكون على حساب الصين وروسيا باعتبارها يعني رغبات لدى واشنطن. وضحت الفكرة من بروكس الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد أبو مهادي، أنا أشكرك جزيل الشكر على مجمل هذه الإيضاحات وكل هذه التفاصيل، شكرا لك. من القاهرة ينضم إلينا مشاهدينا خبير العلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير. دكتور أيمن مرحبا بك في حديث الساعة. يعني سمعت ضيفنا من بروكس الأستاذ محمد يتحدث بأن يعني لن يكون ملف النظام التركي هو الملف الطاغي، فهناك العديد من الملفات أبرزها ملف كورونا، التعاطي مع روسيا والصين، ويعني كيفية التعامل أيضا مع الإدارة الأمريكية الجديدة، وأن ملف النظام التركي هو يعني ملف ربما سيكون فاترا على طاولة القمة الأوروبية، كيف تعلقون؟ يعني أولا تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. يعني أنا في تقديري أن الملف التركي هو ملف في غاية الأهمية بالنسبة للأوروبيين. نعم هناك اهتمامات كثيرة، التعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة، ملف كورونا، لكن أنا في تقدير التعاطي مع تركيا بكل ما يأتي منها
أو من جانبها من مغارم ومشاكل الاتحاد الأوروبي تظل ملف رئيسي على طاولة الزعماء الأوروبيين. لكن ربما الآن هناك تفكير في الاتحاد الأوروبي بأنه يمكن تحفيز تركيا لأن تكون أكثر تعاونية وأكثر إيجابية مع الاتحاد الأوروبي أكثر من الصدام معها أو خلق المشكلات. لذلك دول مثل اليونان وقبرص أعلنت يعني اعترافها على هذه الآلية وعلى هذا التوجه. الآن في الاتحاد الأوروبي نستطيع أن نقول هناك مجموعتين، المجموعة الأولى يمكن وصفها بالصقور وفي مقدمتهم فرنسا. فرنسا تدرك أن تركيا تعمل ضد فرنسا في كل مكان داخل فرنسا نفسها، في دول أوروبا، في ليبيا، في منطقة الساحل والصحراء، في ناغورنو كاراباخ، في كل مكان. طيب هناك وجهة نظر طرحها دكتور أيمن، هناك وجهة نظر طرحها الأستاذ محمد بأن حتى يعني العلاقات بين أنقرة وباريس هي تقترب إلى الفتور، وربما يكون هناك مفاوضات غير معلنة بين الجانبين لتحسين موقف النظام التركي لدى فرنسا. أنا كنت أتطرق لهذه النقطة. أنا في تقديري الحسابات الفرنسية تقول أن دائما تركيا تعمل ضد الأهداف الاستراتيجية الفرنسية، دعم تركيا للمجموعات الإرهابية مثلا في أفريقيا وما يؤدي إلى قتل الجنود الفرنسيين في منطقة الساحل والصحراء، وهذا لا يمكن التسامح معه أو التغاضي عنه. لكن ربما الأهداف التكتيكية ضمن الاتحاد الأوروبي قد يكون هناك ما يمكن وصفه باستراحة محارب وأعطاء تركيا فرصة جديدة لإثبات حسن النوايا وأنها مستعدة أن تحدث نوع من الاستدارة والتغيير في سياساتها. لكن على المستوى الاستراتيجي فرنسا تدرك أن تركيا لا يمكن أن يعني تتعاطى بشكل مختلف وبشكل إيجابي مع القضايا الفرنسية، والدليل على ما يحدث الآن حتى فيما يسمى بالمساجد التركية في فرنسا ومحاولة تركيا التأثير على الأمن القومي الفرنسي، هذه واحدة. لكن لا ننسى أيضا أن هناك مجموعة يمكن وصفها بالحمائم، وفي مقدمة هؤلاء ألمانيا. ألمانيا بتقود مجموعة بتقول علينا أن نقدم لتركيا الجزرة والعصا معا. بمعنى هناك اقتراح ألماني بتوسيع الاتحاد الجمركي الأوروبي مع تركيا، حتى لأنهم يدركون أن الاقتصاد التركي منهار وأن الليرة تنهار كل يوم، وبالتالي هم يقدمون الجزرة في مقابل أن تتراجع تركيا عن سياساتها العدوانية في شرق المتوسط وباقي سياساتها العدوانية في أماكن أخرى. لكن يظل نهج الضغط أيضا بالعقوبات مستمرة، لأنه حتى الآن لا يوجد أي مقترح لرفع العقوبات التي فرضت على تركيا منذ يناير 2019، بل على العكس هناك توصية الآن من البرلمانيين الأوروبيين بفرض عقوبات جديدة على تركيا على خلفية إسحاق تركيا من اتفاقية إسطنبول الخاصة بحقوق المرأة. وبالتالي نحن الآن أمام نهج لا يمكن وصفه بأنه جزرة فقط، لكن الجزرة تترافق مع العصا حتى تتبين النوايا التركية في الفترة يعني القادمة. دكتور أيمن، هل من المأمول أن تخرج قمة الاتحاد الأوروبي المنعقدة اليوم وغدا أيضا بعقوبات جديدة على النظام التركي، أم أنها يعني ستخفف من حدة التصعيد مع النظام التركي على أمل أن يتم تحسين الموقف؟ طبعا أنا تقديري أن العقوبات السابقة سوف تستمر، لكن لم تفرض عقوبات قوية جديدة اليوم وغدا على تركيا، ربما انتظارا لأنها تغير بعض المواقف، وربما انتظارا للمفاوضات التي سوف تبدأ أيضا الشهر القادم بين اليونان وتركيا، لأن هذه المحادثات بالفعل بدأت في يناير واستمرت في فبراير ومارس. نعم لم تعطي نتيجة، لكنها على الأقل هدأت بعض الأشياء في شرق المتوسط وفي بحر إيجا. لذلك أنا أتوقع لن تكون هناك عقوبات جديدة، يعني ستعتمد هذه القمة سياسة الجزرة الممنوحة للنظام التركي. دكتور أيمن، ستعتمد هذه القمة سياسة الجزرة الممنوحة إلى النظام التركي وليس العصا؟ لا، أنا في تقديري سوف تكون الجزرة موجودة لكن أيضا العصا مرفوعة. في حالة أن عدم استجابة النظام التركي للجزرة المقدمة فأن العصا جاهزة، وهناك ما يسمى في بالرول، رول العقوبات موجود بالفعل على لائحة الاتحاد الأوروبي وعلى قائمة الاتحاد الأوروبي. هذه العقوبات تم إقرارها على مستوى وزراء الخارجية في شهر ديسمبر القادم، وقيل أن إقرارها سوف يكون على مستوى القادة اليوم وغدا. لكن في ظل الأجواء الجديدة هذه العقوبات موجودة لكنها لن تقر في هذه القمة انتظارا لسلوك تركي جديد في الفترة القادمة.
من القاهرة خبير العلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير، أنا أشكرك جزيل الشكر على مجمل هذه الإيضاحات وطيب هذه المشاركة، شكرا لك. وصلنا مشاهدينا إلى نهاية حديثنا لهذه الساعة، أنا أشكركم ضيوفي الكرام جميعا على طيب المشاركة، والشكر موصول لكم مشاهدينا على حسن وكرم المتابعة، ولمتابعة مواضيع أوسع زوروا موقعنا الإلكتروني اليوم tv.net. إلى اللقاء.